بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس كتير اعتقدت بقى ان خلاص كده الخناقه خلصت ما بين الفوتون والالكترون لما كومتون جاب فوتون والكترون وخبطهم في بعض، لكن الفكره ان ده راح جاب ناس وده راح جاب ناس، فبالتالي الخناقه يعني كبرت شويه. الالكترون قعد بقى جوه الميتال بيته، وبقى الالكترون مش عباره عن الكترون واحد، دول كتير قاعدين جوه ميتال. واللايت كمان جاب اهله وبقوا بيم اوف لايت. المومنتم بتاع اللايت ده ايه؟ ام سي. فاحنا عايزين نعرف بقى نحسب الفورس اللي هيخبط بيها الايه البيم ده في الميتال ده. هو نازل بام سي فهيحصل له ريفليكشن، طبعا غير الدايركشن بتاعه، فالمومنتم بتاعه هيبقى ايه؟ ام سي دي بي ال، ودي برضو ها بي ال. معروف فروم نيوتنز لو ان الفورس بتساوي ها ريت اوف تشينج ان مومنتم. عشان تفهم كلمة ريت يعني على تايم، تشينج ان مومنتم يعني ام سي ماينس ماينس ام سي يعني 2 ام سي. طب ما هو سنس ان الام بتساوي اتش في نيو على سي سكوير، لسه قايلينه في الفيديو اللي فات. يبقى كده الاف بتساوي ها 2 وادي سي وادي تي، وهشيل الام واحط قيمتها، هشيل الام دي واحط قيمتها ها اتش في نيو على سي سكوير. روح السي مع السي، يتبقى ايه يا جماعه؟ 2 اتش في نيو سي دوت تي. طب ليت ان نمبر اوف ايه؟ فوتونز. يبقى كده ها الاف توتال هتساوي 2 اتش في نيو في ان على تي في مين؟ في سي. خلينا نتفق ان ان على تي هي عدد الفوتونز بير سكند، دي اسمها فاي ال، نمبر اوف فوتونز بير سكند اسمها ايه يا جماعه؟ فاي ال. وخلينا نقول ان ايه الحته دي بقى، دي مهمه قوي. كتاب المدرسه مفاجئنا وقال 2 في الباور على سي، فالطالب يبقى قاعد ايه متضايق، هو جه منين يا مستر القانون ده؟ وازاي ده بقى ده؟ انا كنت فاهم معاك لغايه هنا، ازاي بقى ده بقى؟ ازاي تحول من ده لده؟ بص معايا، الاثنين دي هي الاثنين دي، والسي دي هي السي دي. الفكره كلها ان هو شال اتش في نيو في ان على تي وحط باور. طب ليه جه منين الكلام ده؟ انتوا عارفين يا جماعه زمان ان الانرجي بيساوي في اي تي، وان الباور بيساوي في اي، يعني واضح كده ان الباور بيساوي ها انرجي على تايم. الكلام ده قديم في الالكتروستي. كمان هنا ما هو الطاقه الكليه او الانرجي توتال اتش في نيو في ان، اما تحطها على تايم طبيعي تطلع ايه يا جماعه؟ باور. طبيعي تطلع ايه يا جماعه؟ باور. وبالتالي بقى اتش في نيو، بص اتش في نيو في ان على تي تدي ايه يا جماعه؟ باور. عشان كده طلع ايه؟ 2 في الباور على سي. زي ما قلنا الفاي ال خلي بالك ليها ثلاث اسامي، فلوكس اوف فوتونز وريت اوف فوتونز ونمبر اوف فوتونز ان اي 1 سكند. ده مهم. ماذا لو قال لك اثبت ان الاف بتساوي 2 فاي ال بي ال؟ ماذا لو قال لك ايه ارسم علاقه بين الاف والفاي ال، وقال لك هات السلوب بتاعها، وطلع الاسلوب بتاعها من القانون اللي انا كتبته ده اللي انت مش عارف جه منين، ها اف على فاي ال بتساوي 2 بي ال، يعني كان 2 ام سي، يعني كانها 2 ها اتش على لامدا، يعني 2 اتش في نيو على اي سي. تعرف المومنتم بتساوي ام سي او اتش على لامدا او 2 اتش في نيو على سي. جه منين يا مستر القانون ده؟ انت كنت وصلت معايا في القانون الكبير اللي هو ايه؟ الاف بتساوي 2 اتش في نيو ان على سي دوت تي. فانا قلت لك ان ان على التي دي فاي ال، وادي الاثنين صح؟ ها ادي ايه؟ الاثنين. اتش في نيو على سي اللي هو مين يا جماعه؟ انت عارف ها بي ال، فبالتالي يبقى بيساوي 2 ها بي ال فاي ال. طب وبيساوي ها 2 باور على سي، ها وبيساوي 2 ام سي فاي ال، 2 اتش على لامدا فاي ال، 2 اتش نيو على سي فاي ال. كل دي يا جماعه ايه؟ صيغ مختلفه لازم سيادتك تبقى فاهمها كويس. مين قال له ستيشن الباور بتاعها ب 11 كيلو وات، وكان بتطلع ويف الفريكونسي بتاعها ب 92 ميجا هرتز. خلينا نتفق ان الميجا هرتز بتتحول لهرتز تايمز 10 تو باور 6. الميجا بتتحول ازاي يا جماعه؟ 10 تو باور 6. وقال له احسب فاي ال. الطالب عارف ان الفاي ال بتساوي ان على تي، فجي يجرب مفيش حاجه طلعت يعني. ما عنديش ان ولا تي فخلاص. لكن الطالب اللي مذاكر كويس عارف ان الفاي ال ليها قانون تاني بقى. ايه القانون التاني؟ اللي هو ها بص معايا كده،
لو انا قلت لك ان انا مثلا هحط الانرجي توتال اتش في نيو في ان، هحط مين؟ ها الانرجي توتال. هو مش الانرجي يا جماعه او الباور مش بيساوي الانرجي توتال على التايم؟ طب ما الباور بيساوي ها اتش في نيو في ان على تايم. انرجي توتال اتش في نيو في ان، ان على تي تدي ايه؟ ها ان على تي تدي ايه يا جماعه؟ فاي ال. وبالتالي يبقى الفاي ال هتساوي ايه لو دي بقى فاي ال؟ ها قول معايا كده، هتساوي باور، هتساوي ايه يا جماعه بقى؟ ها هتساوي باور، هتساوي باور اهي فاي ال هتساوي باور على اتش في نيو. لو كان الطالب مذاكر في المساله دي ما جت في امتحان، باور على اتش في نيو هيعرف ان الباور عنده يحولها بقى تايم 10 تو باور 3 عشان دي كيلو وات، ويحول الفريكونسي من ميجا هرتز لهرتز، هيقدر يجيب مين؟ الفاي ال. اذا الله يكرمك، خليك عارف ان الفاي ال ليها ثلاث اسامي وليها قوانين. فاي ال ايه قوانينها؟ ان على تي وباور على اتش في نيو، ان على تي ومين وباور على اتش في نيو. اما الاسامي بتاعتها احنا قلنا فلكس اوف فوتونز، ريت اوف فوتونز، نمبر اوف فوتونز ايه ان سكند، ان 1 سكند. دي برولي او دي براولي عمل ريليشن تايز بتوين الويف والبارتكل بروبرتي. وخلي بالك من العنوان ده عشان ممكن يقول لك قول لي العلاقه اللي بتجمع ما بين الويف بروبرتي والبارتكل بروبرتي. بالعقل كده يا جماعه، ويف بروبرتي يعني حاجه من خصائص الويف للفوتون، اللمضه، ويف لينث. طب والبارتكل؟ ها المومنتم. انا بقى عايز اعمل قانون بيجمع بين الايه؟ المومنتم ومين؟ واللمضه. طب بالعقل، انا عارف ان المومنتم بيساوي ام سي، والام اتش في نيو على سي سكوير في سي، يعني هتساوي اتش في نيو على سي، يعني هتساوي اتش في نيو، السي تتفك اللمضة في نيو، هتروح نيو مع نيو، يعني بتساوي اتش على لمضة. طب ما انا كده عملت قانون فيه مومنتم وفيه لمضة، يعني المومنتم دي هي ايه؟ البارتكل بروبرتي، واللمضة هي الايه؟ الويف بروبرتي. طلعنا ان المومنتم بيساوي اتش على لمضة، او اللمضة بتساوي اتش على مومنتم، او اللمضة بتساوي اتش على ام اف سي. ممكن نفك المومنتم لايه؟ ام اف سي. يعني لو رسم لي ريليشن ما بين المومنتوم و ايه بقى؟ واحد على لامدا اهو، وقال لي عايز الاسلوب. خلاص نجيب له الاسلوب ازاي يا جماعه؟ ده على ده، مومنتوم على واحد على لامدا. طب ما هو مومنتوم على مومنتوم على واحد على لامدا، يعني كانها مومنتوم لامدا، يطلع ايه يا جماعه؟ اتش. دي اللي فاتت دي اسمها ايه؟ ريليشن تايز بتوين ويف اند بارتكل ايه يا جماعه؟ بروبرتي. والعلاقه دي لامدا بتساوي اتش على مومنتوم، دي اسمها دي برولي ريليشن. طب دي برولي ريليشن بالنسبه للفوتون لامدا بتساوي اتش على ام اف سي، للبارتكل عموما او للالكترون ها اتش على ايه؟ ام اف في. الفاكتورز افكتنج على اللامدا هنا اتش كونستنت، ما ينفعش تقال سي، يبقى مين؟ ماس اوف فوتون، ماس اوف فوتون. بس هنا بقى الفيلوسيتي والماس بتاعت البارتكل، حاجتين، الماس بتاعت البارتكل ايا كان هو ايه البارتكل ده، والفيلوسيتي بتاعته. ده الفرق يا جماعه، وده فرق مهم جدا. خليك عارف ان الفي بروتون، الماس قصدي بروتون، اكبر من ماس الكترون، لان في سؤال كان في الايفالويشن القديم بيقول له ايه؟ لو الفيلوسيتي بتاعت البروتون قد الفيلوسيتي بتاعت الالكترون، انهي لامدا ايه؟ اكتر. انهي لامدا اكتر؟ طب اللامدا بتساوي اتش على ام في، انت بتقول الفي ثابته والاتش ثابته، يعني اللامدا والام ايه؟ انفيرستي. يعني سنس ان ماس البروتون دي معلومه سيادتك لازم تكون عارفها. ماس البروتون اكبر من ماس الالكترون. يبقى فيلوسيتي البروتون اكيد اقل، قصدي لامدا، لامدا البروتون اقل من لامدا مين؟ الالكترون. ليه؟ لان اهو اللامدا والام مالهم هم يا جماعه؟ انفيرستي. ده كان سؤال في الايفالويشن وموجود في الواجب عند حضراتكم.